الهاتف. اهلا بيك يا كابتن مصطفى. السلام عليكم يا ابو حميد، عامل ايه؟ عليكم السلام، اهلا بيك. طبعا كنت مكسر الدنيا مع منتخب الشباب وكنت عامل شغل هايل جدا، ومن هنا عايزين ربنا يخليك يا رب، عاوزين نصايحك بقى للجيل الحالي. يعني اولا شايف البطوله دي ورايك ايه، ونصايحك للعيبه دي عشان تكمل على المستوى ده. حبيبي، وبسلم على محمد طبعا. واول حاجه مبروك لمصر ومبروك علينا طبعا. انا والله يا احمد مبسوط جدا، انا في الشارع بحتفل والله. يعني دي من العادات الغريبه اللي انا بعملها، يعني من الصعب اللي انا بنزل، ولكن نزلت انا وزوجتي واولادي. انا مبسوط ان في جديد جيل جديد لمصر، وانا فخور بجد بالجيل دوت اللي هم بجد، يعني بغض النظر اللي احنا خدنا البطوله، قد ايه عندهم روح وعندهم اصرار. فكل الناس، يعني انا في الشارع عايز اوصف لك الحاله اللي موجوده في الشارع دلوقتي، الشارع المصري كل الناس فرحانه جدا، وكل الناس متعاطفه مع الجيل دوت. فانا اتمنى بس النصيحه اللي انا انصحها، بس مش انصحها للعيبه، انصحها للانديه. لو جه عروض خارجيه للعيبه دي، اتمنى ان هم يسيبوهم يطلعوا بره، نبقى عندنا محمد صلاح تاني، وعندنا تريزيجيه، وعندنا، نسيبهم ياخدوا الفرصه ديت من صغرهم كده، وربنا يكرمهم يا رب ويفضلوا كده بالروح ديت ان شاء الله. كابتن مصطفى، عندي سؤال ليك هيكون مختلف شوية، ولكن أنا حابب أسألك أنت تحديدا السؤال ده. أنت حققت نجاح مهم جدا، وحققت ظهور كبير جدا ومستوى طيب جدا، ولكن مسيرة أو التحول اللي حصل ما حققتش بعدها نجاحات بالقدر اللي كنت ظاهر بيه في البداية، وكان شيء مهم ورائع. تنصح إيه للاعبين، وتنصح ايه، تقول لهم ايه في الفتره دي، ايه اللي ممكن يعملوه على المستوى الشخصي اللي يخليهم يقدروا يحافظوا على مستواهم؟ والله محمد، يعني انا في امور ثانيه قابلتني، ممكن بس يعني مش هقول لك كلام تقليدي، ممكن يعني الحظ ما كانش معايا قوي. انا النصيحه اللي انا انصحها للعيبه ديت، اللي هم كل واحد يتمسك بالحلم بتاعه ما يسيبوش، امر ثاني بتاع الظروف، ما يحاولش اللي هو يتخلى عن الحلم بتاعه او التعب اللي هو تعبه. الموضوع مش سهل ان انت تلبس تيشيرت منتخب مصر دوت، يعني انت بتتعب كتير وبتروح معسكرات وبتسيب اهلك من صغرك وبتطلع معسكرات خارجيه، فالموضوع صعب. اللي انا بتمناه والنصيحه اللي بنصحها لهم ان شاء الله، ان كل واحد يبقى بجد قد الحلم اللي هو بيحلمه، يبقى عنده اصرار ان هو يوصل زي محمد صلاح ايا كانت الظروف بقى والعقبات اللي هتقابله. تمام كابتن مصطفى، ونسيبك لاحتفالات الشارع المصري. شكرا جدا، وبنتمنى لك التوفيق وسعداء بالمداخلة. كان كلام